يا صباح الخير عليكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في بدايه حلقتنا من صباح الخير يا كويت. صباح الاجواء الجميله. أيوة انا اقول فعلا بدات تتغير اللقطات الأجواء. الاجمل وايد حلوه اللقطات هذه خصوصا الصبح. احنا ترى محظوظين الصبح نشوف هذه المناظر الجميله تشجع الواحد انه هو يكون مستمتع في بدايه يومه. صباح عليك بالخير عبد الرحمن. عليك زميلتي اسماء وعليكم مشاهدينا الكرام. يعني مع دخول الاجواء البارده شوي في ساعات الفجر الاولى قاعد نشوف معاكم هذه اللقطات المباشره من معهد الابحاث العلميه بدوله الكويت. يعني قاعد نشوف ايضا تزايد لعدد الطيور واشكالها والوانها مع يعني مثل ما ذكرت ان الجو قاعد يصير بارد واحنا قمنا ملاحظين هذا الشيء لان احنا كل يوم من هني صح فيعني قمنا نرصد ها ترقب عندنا نرصد انواع والتغير اللي قاعد يصير في البيئه البحريه وهذه الطيور اللي تروح سبحان الله يعني وقتناها يعني هذه حزتهم بعد شوي شي ساعه بس ترتفع الشمس يطيرون من محل الابحاث يروحون الى يمكن الصبيه او شمال الكويت هناك ينتقلون الى النقطه الثانيه وهذه حالتهم كل يوم. فاحنا كل يوم قاعد نشوف شنو الطيور اللي تروح وتجي سبحان الله. هذا التنوع يعني البيئي هو اللي نحب دائما نتكلم عنه ونطلعه في صوره جميله من خلال برنامج صباح الخير الكويت. اكيد عبد الرحمن خصوصا موقعنا في معهد الكويت الابحاث العلميه يعني موقع مميز ممكن نحن فعلا نستفيد من هذا الموقع. ترى في وايد معلومات اكتسبناها من خلال وجودنا صجي. اليوم في معهد الكويت الابحاث العلميه فاكيد يمكن هذا المنظر الجميل اللي احنا حبينا ندردش فيه في البدايه. لكن في وايد امور صراحه في حياتنا اليوميه اللي تصير ومرات الواحد يعني على كثر ما نتكلم فيها مو بس احنا يعني المختصين انا اقول لان المختصين دائما يحذروننا من كثير من الامور اللي تصير معنا في حياتنا اليوميه لكن للاسف مره ثانيه نطيح ضحيه هذه الامور. ما اعتقد في احد ما صار مع هذا الشيء. يعني قاعد تفاجئ كل يوم في عدد المقاطع الفيديو المنتشره في وسائل التواصل الاجتماعي لعمليات النصب والاحتيال اللي قاعده تصير بشكل يومي بمبالغ بالملايين حول العالم. يعني احنا خلصنا من سالفه الانتحال في الازرار على مكاين الاي تي ام والسحب الالي واللينكات والروابط وغيرها. اليوم انتقلنا الى مرحله اخرى من التزوير والتزييف هي تزييف الباركود او نقدر نقول اللي هو الرمز الاستجابه السريع الباركود وغيرها من الامور. يعني اليوم الباركود مثل ما انتم عارفين مشاهدينا استخدم بشكل كبير خصوصا في جائحه كورونا. اليوم قاعد نشوفها حتى في المطاعم. يعني لما تدش مطعم تبي تطلب يقول لك والله امسح الباركود. لما تدفع لشيء معين موقف سياره امسح الباركود او حمل التطبيق. اليوم ايضا التزييف هذا وصل الى مثل هذه الاماكن. اضافه الى ذلك يعني طرق جديده قاعد يستحدثها اليوم المخترقين والاشخاص اللي يحاولون اكيد سلب الاموال وعمليات النصب والاحتيال من خلال النصب الالكتروني وهو اليوم صار متشعب ومتفرع بكل انواعه. فما اقتصر اليوم على بس الدفع ايضا من خلال نقدر نقول الايقاع بالضحيه. فن الايقاع بالضحيه والله فن الصراحه ممكن يجذب الضحيه ويخليها تضغط على الرابط هذا وتعطيه بياناته وبعض المعلومات. للاسف يعني عبد الرحمن في بعض الاشخاص يعني على الرغم من التحذيرات العالميه وبالكويت بعد ما شاء الله يعني عندنا يعني دائما هذه التوعيه موجوده خصوصا من قبل وزاره الداخليه والتحذيرات وغيرها من هذه الامور. الاشخاص المختصين اصلا يعني كل يوم قاعدين يطلعوا لنا ويبينون لنا ان بعض المواقع وشلون الواحد يتعلم. المفروض وصلنا لمرحله ان عندنا هذه الثقافه الكافيه لكن لا زلنا يعني بعضنا للاسف يطيح ضحيه لهذه الروابط وغيرها من المخترقين وللاسف يخسر وايد يخسر يعني خسارته كبيره خصوصا اذا الشخص يعني عنده مبلغ محتفظ فيه والمبلغ هذا مثل ما احتفظ فيه راح وسلوا يعني الناس اللي يشتغلون في البنوك وهم ادرى يعني والناس اللي اكيد يعملون في مجال اللي هي ادارات المخاطر وغيرها يعني قاعد يشوفون ايش كثر بلاغات قاعد توصل في اليوم من حسابات يتم اختراقها او مبلغ مفقود من حسابه بسبه رابط ضغطه ولا مكالمه اعطاه شخص رمز. ها تعرضت لموقف مثل هذا؟ اي تعرضت حق نفس الموقف هذا وللاسف يعني مو انا داخل على رابط او اي شيء ويمكن كنت داخل عليه من زمان ما ادري ما ادري شلون وكان في اختراق قاعد يصير بحسابي وقاعد تنقص اموال كذي بالتدريج. اي وانا ما كنت منتبهه تخيل هالموضوع لين ما اني انا شفت كنا في شيء غلط قاعد يصير. بسرعه دقيت على البنك اصلا قالوا لي لازم تمسحين ابلكيشن وتتغير كلمه السر وتردين تنزلينه وتغيرين الرقم وتسكر بطاقاتك كلها وتردين البنك وتطلعين خطوات يعني وايد. اي يعني فذاك اليوم احنا كنا مستضيفين يعني احدى الضيوف اللي كانت معانا فقالت ان اول ما يصير هذا الشيء لازم على طول تطفون الانترنت. كانت هذه معلومه بالنسبه لي طفي الانترنت ولا كنسل البطاقه؟ قالت
طفوا النت، لان هو الاختراق قد يصير عن طريق الانترنت. أيه. هي الخطوه الاولى، بعدين اتصلوا على البنك وسووا الامور هذه، لان على ما تتصلون وتتكلمون يمكن يكون خلاص هو خذ المبلغ اللي يبي. كانت بالنسبه لي من المعلومات اللي جدا مهمه. صح. كوني تعرضت لهذا الموقف يعني، فدائما يعني احس انه لازم اقول حق الناس اللي صار. الواحد يكون حذر دائما، خصوصا من الرسائل اللي توصل هالايام، يعني اتكلم عن هالايام اخر تحديث، لان هم تحديثاتهم جديده، مثل ما احنا فعلاً. مثل ما احنا نحدث في التوعيه، هم كذلك يحدثون في عمليات. صح. النصب والافكار الجديده في طرق الاحتيال. انتهينا من تزييف المواقع الالكترونيه في استقبال الشكاوي، وسبق وان وزاره التجاره يعني تحذير من هذا الموقع اللي منتحل صفه وزاره التجاره في الابلاغ عن الشكاوى التجاريه. صحيح. اليوم بطريقه جديده، يعني مثل ما انتم عارفين رسائل جديده توصل الى شحنتك او اي تتبع الشحنه، وانت مطالب ولا شيء، وانت مطالب ولا شيء عن طريق الموقع، او بعض الرسائل يمكن اللي شارك واربح، والله جاوب على السؤال ونعطيك جائزه. مو لازم تربحون، ما راح تربحون، راح تخسرون، يعني خسارتكم راح تكون وايد كبيره. اي والله عبد الرحمن، صار فن شلون هم يواكبون هذه التغيرات، لانه قاعد يصير في وعي وقاعد يصير في تحذيرات كثيره، فهم يشوفون شنو الامور وشلون هي الثغرات اللي هم عن طريقها يتم الاختراق. فاحنا نسك الموضوع ونقول لا احد يضغط على اي رابط بس خلاص، الا وهو متاكد ان هذا الرابط امن. صحيح. واذا شك في الرابط ترى في مواقع كثيره بتفحص لك هذا الرابط او اللينك وتعرف اذا كان هذا الموقع مخترق او انه قد يخترق بياناتك في الجهاز، وهذا شيء يعني وارد احيانا، ترى ما ياخذون منك فلوس بس ياخذون منك بيانات. طبعا طبعا، معلوماتك الشخصيه، امور اخرى ممكن يستفيدون منها في مجالات التسويق او الابتزاز او غيرها من قضايا. الله يكافيكم شر ان شاء الله، ربي يحفظ الجميع ان شاء الله، وديروا بالكم فعلا من هذا الامر. وصباح الايجابيه نقول مره ثانيه، هذا الموضوع كان جدا للتوعيه، توعيه الساده المشاهدين، لكن اكيد بنرجع لكم ان شاء الله والكثير من المواضيع وحاله الطقس، لكن خليكم معنا بعد الفاصل ونرجع لكم ان شاء الله.